طيب كيف نقرأ أو نعمل interpretation للcorrelation and regression؟ ودي نقطة في منتهى الأهمية، لأني حضرت مناقشات كثيرة فشوف شيء يونيك في الموضوع ده، فأنا عاوز أطرح القواعد الرئيسية لكيف نقرأ الجداول. أول أمر ده طبعاً البوليمر بلاست مع العمر. أول أمر أشوف للبي فاليو. إذا في قراءة الكوريليشن والريجريشن أشوف البي فاليو. البي فاليو قدامكم إيش؟ خلاص انتهى الموضوع، ما عاد أقرأش كوريليشن خالص، مع أن الكوريليشن كم؟ سترونج، لكني لا أقرأه. ليش؟ أساس العلاقة صدفة جاية بالصدفة، فكيف أقرأ كوريليشن لعلاقة جاية بالصدفة؟ واضح؟ دي في منتهى الأهمية. إذا في قراءة الكوريليشن تيبلز أول أمر أشوف ليش؟ للبي فاليو. البي فاليو طلعت نون سيجنيفيكت لا أقرأه حتى لو كان 0.9. ليش؟ لأن العلاقة جاءت أساسا بالصدفة، فكيف أعتمد على شيء أساسا جاء بالصدفة؟ جميل. طيب الأمر الآخر انترلوكين 6 عاوز يعمل مع العمر، فطلعت العلاقة سيجنيفيكت، أقول العلاقة علاقة حقيقية سيجنيفيكت، لكن الكوريليشن ويك كوريليشن، واضح؟ ضعيف الكوريليشن بين الانترلوكين اند الايج. اذا واضح الوضع ده بالنسبه لي. خليني اشوف المثال الثالث. هنا عاوز يقيس كمان اللينث والويت سيجنيفيكانت وسترونج. اذا اقول العلاقه علاقه حقيقيه سيجنيفيكانت والكوريليشن سترونج كوريليشن. اذا علاقه وبوزيتيف سترونج كوريليشن، واضح؟ جميل. هنا عاوز يعمل correlation between the tumor stages and the tumor grade. أول شيء نشوف نشوف ال B value significant. إذا العلاقة قوية. هنا استخدمنا سبيرمان، تقول ليش استخدمنا سبيرمان؟ non normal distribution، أو حتى ممكن ما قلتهاش أنا، لما تكون داتا رتبية ordinal data. طيب لو تكرمت تشوفوا اعملوا interpretation وreading لل exercise رقم C. أول واحد نقطة في منتهى الأهمية، لا تنسوهاش لو سمحتوا. أحسنت. أول شيء نشوف البي فاليو. بي فاليو سيجنيفيكانت هو نفس اللي عندكم، هذا واحد عندكم 9 صح ولا هذا صح؟ تمام 0.9. إذا جميل، عندكم أنتم 0.9. إذا سيجنيفيكانت، وإذا كانت 0.9 سترونج كوريليشن، ما معناها إنه الـ ALT correlated مع الفاليو. وهنا في مصطلح عاوزين نتفق عليه، ساعات في رسائلنا احنا في الاهداف نقول عاوزين نعمل to determine correlation between كذا وكذا، لا يصح لفظ الكورليشن الا اذا كانت الداتا كوانتيتيف، فاحنا نستبدل هذا اللفظ، لكن نغلط احيانا احنا في الاوبجكتيف حقنا نقول عاوز نعمل correlated. الكورليشن لا يكون الا اذا كانت الداتا، لانه ارتباط، هل القيمة X مرتبطة بالقيمة Y ولا لا؟ إذا أعيد كيف نقرأ التيبل. أول شيء البي فاليو، إذا كانت significant نروح نشوف الكوريليشن. إذا كان ما فيش كوريليشن نقول ما فيش كوريليشن. إذا كان strong correlation زي ما كان عندكم نقول strong correlation. هنا هل نحتاج نعمل regression equation؟ Yes strong correlation significant. ليش استخدمنا سبيرمان؟ لأنه واضح الداتا non normally distributed. طيب هنا سؤال، the relation is significant but the correlation is weak. طبعا هذه صحيح، طبعا هذه للتيبل اللي امامنا. هنا no need for، طبعا اذا كانت significant والcorrelation كان ضعيف ما فيش داعي نعمل خالص الregression equation. هنا اكيد non normally distributed data. ليش استخدمنا سبيرمان؟ لانها non normally distributed data. طيب لو سمحتوا المثال هذا ركزوا معايا، واضح انه في اوتكم واحد اللي هو اللنج كانسر، يس اور نو؟ واضح انه معايا مالتي فاريت، خلوكم يا شباب معي، واضح انه معايا الكافي درينكرز، ومعايا الايج، ومعايا السموكينج، ومعايا الجات شوينج او الشوينج جات. اذا اعمل كرييشن للتيبل بالشكل ده، شايفين الاوز ريشيو، طبعا هذا اعملها في التيبل بالنسبه لللنج كانسر، وهنا الكافي، وهنا الايج، وهنا السموكينج، وهنا الجات، والتست نسميها لوجيستيك ريجريشن.
ايش فائده الديستريبيوشن؟ هي معادله تدخل كل الفاريبل في مفرمه واحده وتخرج اللي هو ريليتد وتعمل نون سيجنيفيكانت اللي هو نون ريليتد. واضح؟ بس الامر الصحيح لاستخدامها لابد يكون مالتي فاريت، سواء كانوا نومينال اور كونتينيوس. جميل، ممتاز، احسنت. لابد يكون سيجنيفيكانت في الباي فاريت عشان ادخله المالتي فاريت. اول امر انه تو فاريبلز ار كوانتيتيف في الكورليشن، لابد، لا يمكن نعمل كورليشن الا اذا كانت الداتا للبوث كوانتيتيف. الامر الثاني ان الكورليشن قد يكون بوزيتيف اذا زاد اكس زاد واي، واذا زاد اكس قل واي نسميها نيجاتيف كورليشن. الامر الثالث في معامل للحسبه دي نسميه معامل الارتباط، نسميه كورليشن كوفيشن. نستخدم يا بيرسون كورليشن اذا كانت نورمال داتا ديستريبيوشن، او سبيرمنز اذا كانت نان نورمال داتا ديستريبيوشن. الامر الرابع الكورليشن كوفيشنت يعطينا مؤشرين، قوه العلاقه واتجاه العلاقه. فشايفين هنا السترينث 0.9 قويه و 0.1 ضعيفه. الدايركشن نيجاتيف، يعني نيجاتيف كورليشن عكسيه، والبوزيتيف طرديه. القاعده الخامسه انه the stronger the correlation the better for prediction، ودي اتفقنا عليها. الريجريشن از ذا بوت ايكويشن فور بريدكشن، اذا الريجريشن هو نضع معادله عشان المعادله دي تعطينا تنبؤ، اذا عرفت قيمه اكس اعرف قيمه واي. قاعده مهمه نو اكسترابوليشن، على حسب الداتا حقي اعمل التنبؤ، مش انا انه انت تعرف حتكون مشكله لو عملنا لو اكسترابوليشن تم، لو رجعت اشوف واحد عمره اقل مثلا من سنه ولا اقل حيطلع لي بالماينس، فلا بد تكون وفقا للداتا اللي انا شغال فيها. اذا كانت البي فاليو نون سيجنيفيكانت اغنور اي ريليشن ريجاردلس سترونج كورليشن اور ويك كورليشن، نقطه في منتهى الاهميه. وانس اني اشوف البي فاليو نون سيجنيفيكانت حتى لو كانت 0.9 ما عندهاش معنى خالص. ليش؟ العلاقه اساسا باي تشانس. الامر الاخر اذا البي فاليو سيجنيفيكانت وسترونج كورليشن تعتمد السترونج كورليشن لان العلاقه علاقه حقيقيه. 10 If the outcome is nominal, طبعا yes or no, nominal yes or no, and or mixture of continuous and nominal independent data, logistic regression اللي هو يستخدم ال used. إذا نعيد في logistic regression هو نسميه multivariate، بس شرط إن ال outcome يا يكون nominal yes or no، وال multivariate معنا يا يكونوا nominal يا يكونوا continuous. 11 Before using logistic regression لابد أعمل bivariate analysis. فأي واحدة significant تدخل في اللوجستيك ريجريشن، لو كانت non significant ما تدخلش في اللوجستيك ريجريشن.